ايوا انا مازلني انا في الرصاب سطر عليا كملت الشهاده ما ناش هنا ما ناش مسقلين ما كاش طوره اخرى كيما الطوره الجزائري. شوفي جاب يقولها وشي مين قالها. ما راح مليون ونص وراح باطل. فريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم هو أول سفير الشعب الجزائري والطورة الجزائرية. لا لابال تاعنا كانت قوية أكثر من الرصاصة. أنا بلادي نحب بلادي مهما كان. الجزائر دارنا وكل عمي محمد ورانا هنا انا في الويسو رانا في الويسو شارع محمود حبا ما شاء الله كاين خير هنا خير ربي هنا انت عمي محمد على بالي بلي تحب لا تحب لا نحب تحب الاشياء القديمه كيما انا قديم لا 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 تحب لانتيكيتي تحب لانتيكيتي ساعة ما نجي نضرب دوره هنايا. نجيو نضربوا دوره هنايا. شفت حاجة انت. هاد الصوالح. هاد الصوالح كيما السلام عليكم. شوف كيما هاد الموضوع هذا يا الله يحفظك سلام. واش راكم لاباس؟ يا وراك يا الحاج. شفت. الله يحفظك. ما شاء الله كاين دي فضل مليح ويسمو ويحط باله ويصيب حوايج. مليح. ما شاء الله. شوف كيما هذا الله يبارك قديم. بخير. كاين حاجة طوال يدي كاين حاجة تبين شوف كيما هذا شو شحال عنده هذا هذا عندي واحد في الدار هكذا خير من هذا شبابها هو انا عندي واحد شوف هذا واش فيه ها فيها نجمة وهلال السلام عليكم. هذا مقلين. شحال عندك ما درناش؟ ها؟ ايه ها؟ هذا تخيل مليح
مش قديم قديم مي شويه هذا 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 بالي بزاف. هذا وهذا ها شحال عنده هذا وحده 60 سنه هذا غير راه ماشي عندي وحده انا عندي واحد وانا وليد واللي صار يصير عندي بزاف واحد واحد خمس سنين ولا ست سنين ما جيت قول لك تجي اول حاجه تتذكرها كي تجي داخل عبك هذه هذه الدخله يعني قبل الدخله هذه عندك لتحت كيما لا ريبورت نوب قهوه العريش انا عندي ديوانه في قهوه العريش هي جدي ها جدي 30 في عندنا العشرينات 1920 فوالا نقول يعني محمد يعني نقولوا عندهم دويره تاع جدو وجداتو كان يسكنوا هنا سما باباك وكان زايد هنا بابا سيدي بابا سيدي اه بابا سيدي جابوا بلاد قبائل ويدخلوا لهنا ما يطلع 1920 لا بصح القصبات راه ديما القصبه مالغري لي ما سي تان باتريمون ماشي غير مونديال نورمالمون سي تان باتريمون دو لونيسكو لا يدوم قصتكم الصحة ولا هنا برشا سيدي ربي يعطيك الصحة هذا أنا حاطين بشوية بشوية إن شاء الله بارك فيك الله يسلمك للجميع إن شاء الله الله يسلمك السلام عليكم شوفي العالم الكل يهضر على القصبة تاع الجزائر ياكاش ما اون دو بلا بطاي دج زني اختار الكرمة عميرتي ودموعي زر فرم فاني عسنا رويتها بالعزم والتقدير بالعزم والتقدير باب تزيران الشفاشي وما يعرف شط البحر تحير شط البحر تحير جزائر وحدها ولادها 40 سنة ولا أكثر ما جيش لنا بالجواية هذه إيه منطقات هذو الزنيقات حتى نسيتهم الكل نسيت عاود بنادم شوية يولي اللور كاين شي مضارب ونشفيت عليهم كاين شي مضارب اللي ما شفيت مليح محمد ماووش اللي هو يترأس اليوم هذه الجمعية وله تاريخ رياضي حافل بالأحداث والبطولات
في البيت يعني كل ما تشوف حاجة يعني أنا وجاي تشوف شيء من هذه الأشياء تتفكر كل حاجة تفكر لك حاجة كل حاجة تجيب لك اندات تجيب اندات تجيب مدوها من 45 وطلعوا يلو كان حاجة بسيطة حاجة بسيطة بصح تفكرك في حاجة تفكرك في عام فلاني دوك نشوف صور أنا نشوف صور تاع الخمسينات كي كنت صغير في لايسيسو بديت مع دري صغار هذا الكلوب هذا تاع سانت جان بولوغين دوك بولوغين بديت أنا كان عندي في عمري 13 سنة كي صابوني في الطريق في النهج مع دفنون الله يذكره بالخير داونا قالوا لنا حبينا نشوفوكم هكذا كنا نلعبوا بلوطة تنس في الشارع حبوا يشوفونا تما ديك انت جينا بشويه كي نشوف الصور هنا دوك نقول كيفاش البارحه كي نشوف فيها هذيك الصويره هذه مع راس هدف 56 هذه ستاد دو رانس اللي كان فيناليز لا كوب دوروب لا بروميير فينال دو كوب دوروب مع فونتين مع غلوفاكي مع فانسون مع جونكي ايدالغو هنا وكل وهنا في عمري 20 سنة أسماء كبيرة يعني متقيلة في كرة القدم نقول الحمد لله لا الحمد لله درنا دور وكان نولي ودوق الفريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم هذيك حاجة أخرى حكي أخرى التاريخ قريب الناس وكل العالم وكل يعرفوا ما كاش مضرب وين ما تهضريش دوق على الفريق جبهة التحرير الوطني يقول كيفاش هاد اللاعبين الجزائريين لابد كيفاش خلاو كلش وراحوا ما رحناش ما خلينا والو ربحنا كلش ربحنا الاستقلال كاين جازكي البراق شفته بلا 63 سنة البارح كما نقول القروبي ولا كما يقول هذا نابو يا غونكو البارح كانوا عندي 20 البارح وانا بعزوبتي فارح بالشوق والهوى سارح كان في عمري 20 البارح كانت الموال تتلاوح صحة البدن تترايح يا زهرة السنين البارح كان في عمري 20 كان في عمري 20 وهذا الفريق هذا كنا 33 مع سالمين الله يرحمه بقينا ثلاثة ربي يطول عمركم وسمعتوا بزوبا كيما توفى محمد سوكا الله يرحمه كذلك كروم كذلك الله يرحمهم وكليتهم والله يرحم ما نساوش الشهداء تاعنا شوف الشهداء كانوا رياضيين كان كلش ما نساوهمش ابدا ولا نساو الشهداء تاعنا اخواني لا تنساو شهداءكم هم ضحوا لي حياة البلاد اخواني لا تنساو شهداءكم هم ضحوا لي حياة البلاد بالدموع والدماء كثير من يعني في بلدان كان عايشه الاستعمار عاشت لكن الطريقه هذه انه تمثل يعني تحارب وتمثل وتنضم الى يعني منظمه لتحرير الوطن بطريقه خاصه يعني بالطريقه يعني بالرياضه وخاصه بكره القدم اللي هي رياضه شعبيه ومحبوبه يعني لي انا يا عالميه هذا اخ بومزرق و واش مطالب شعيب خميستي الله يرحمهم الله يرحمهم كان دكتور مخالفه معهم اتيتيرا راحوا داروا مهرجان الشبيبه العالميه في موسكو فيستيفال مونديال دو لا جونيس ا موسكو قالوا لهم لازم تجيبوا لنا فريق هذا راح مع لاعبين اللي كانوا في فرنسا هذا فردو وهذا الطبيب هذا اللي كان في
115 بولفار سان ميشيل هو مسعيده هو اللي كلف بومزرق باش يكون هذا الفريق هذا ويروح معاه لموسكو. راحوا داروا المهرجان هذايا في موسكو كملوا المهرجان هذا سي سوليجي دو افلان بس بصح سي تي لوجما لونيون جينيرال دي ستوديون مسلمان الجزائريين كي مولين ما هضر حتى واحد. جاتو فكره بومزرق الله يرحمه بومزرق محمد المقراني جاتو فكره باش يكون فريق بالمحترفين فريق وطني. شحال كان من لاعب محترف انذاك؟ هذاك الوقت كنا واحد 35 ولا 36 محترفين في فرنسا. مشينا كاين اللي حبوا اللي كاين اللي جاو كاين اللي خليناهم كانوا يقراو وكاين اللي ما حبوش يجيو. قضية الجزائر قضية يعني عالمية. عالمية قضية عالمية. قلت لك هكذا كان بون كي دخل عاود ولا لفرنسا هو كان مدرب هذا أبو مزرق هو أول مدرب جزائري في فرنسا. يعني درب فريق صغير ما بصح كان ولعاب كذلك. اتصل بن تيفور الله يرحمه فينيس هو الكبير فينا اتصل بالعريبي مختار ومن بعد انا وتلاقينا في باريس كومباغازا انا عسكري في البطايون جوافيل مع مخلوفي كنا في الفريق فرنساوي الجيش الفرنساوي مع مخلوفي وربحنا كاس العالم في ارجنتينا سنه في 57 كل أربعة نتلاقاو في واحد المضرب يسموه كافي دي لوكسمبور. دونك سيتي ديسمبر انا تلاقيت مع ابو مزرق الله يرحمه مود ديسمبر. شحال كان في عمرك هذاك الوقت؟ هذاك الوقت كانوا عندي 22 سنة. الله يبارك. 22 سنة دونك ديسمبر 58 ديسمبر جانفي فيفري مارس حتى المود افريل باش راح حتى واحد ما كان سامع بالرحلة تاع هاد اللاعبين لتونس. ما كانش اللي كان سامع. وجبهة التحرير الوطني اللي كانت يعني تعملنا في الجزائر حتى الجبهة ما كانت سامعة بوالو. سيتي لو سكري توتال ما بيناتنا نهضروا نجتمعوا هاي كيفاش كانت الخدمة وكل يعني واحد عطينا له ما ترددش يعني وكل واحد عطينا له مضرب منين يجوز. بو مزرق ما يشعرف ما عنده سي انكرويابل شوفي دوك هو باش نروحو قبل 13 ابريل ما من بعد قالنا واحد الاجتماع درنا اجتماع قال لك لا قال نشوفو من بعد 1 جانفي سوا با واش شاف الكالندري تاع المباراه تاع شامبيونات دو فرنسا شاف بلي موناكو مع اونجي يلعبوا في موناكو الحدود الطاليان 500 دقائق كان اربع لاعبين تاع موناكو وعمر روي تاع اونجي تاع عمر خمسه. المباراه الثانيه كانت في سان تيتيان كان مخلوفي كرمالي والعريبي هادو كيف كيف باش نتلاقاو في لوزان. والمباراه الثالثه كانت ما بين الفريق اللي لعب فيه انا ما لعبش هذاك النهار مع تولوز كاين بوشوك ابراهيمي وانا وبومزرق يسنانا في باريس لا غار دو ليون باش ناخذوا الماشينه سوا سوا ونمشيو لسويسرا. كي درنا اجتماع قلنا بالك واحد يهضر مع صاحبه ما تعرفني ما نعرفك كل واحد في مضربو فما جيش من باغوم ماهوش في مضرب واحد ولا تهضروا ولا حتى كي لحقوا لسويسرا هكذا كان الحال ما بصح كيما نقولوا كاين يا دي زامبونديراب الله غالب ما خممنالاش مخلوفين جرح الماتش مباراه سان تيتيان بيزي عمارة يلعب في بيزي بصح ما كانش سامع بلي رايحين ما كانش سامع عمارة انا ديته من بعد في الستينات انا لحقت لسويسرا وراني نستنى فيه مخلوفي في بوشوك ابراهيمي وبومزرق مي بومزرق كي سمع بلي مخلوفي نجرح من باريس راح لسان تيتيان باش يشوف واش كاين هو في السبيطار ما جاو يخرجوه حتى الغدا من ذاك وانا كنت ديجا في سويسرا
كنت في سويسرا معنا خلاص وعف سكري رميت الدوزان تاعي القش تاع على تاع اي رميتهم رميتهم كي كنت ساكن الفاليزه تاعي رميتهم ما مش عارف وين راهم ولا ولا صابوهم ولا ما صابوهمش دونك كي شفت الحاله هكذاك نهار كامل وانا نستنى ما كان حتى واحد هذاك الوقت ما كان تليفون ما كانش خفت قلت بهذاك العمليه تاعنا ما نجحتش عاودت وليت لفرنسا كي وليت لحقت لا كار دو نوار جيت خارج مع الصباح نشوف جريدة ليكيب 10 جزائريين لحقوا لتونس محترفين دي بروفيسيونيل دي الجزائرية سانت اريفي ا تونس وهكذا انا ميدايون لو ميليتيرمون واش لانترناسيونال انتروفابل شفت واحد تيماتيك تاعي خدمت معاه قلت له ما كاش ماشينه تمشي لسويسرا قال لي هما ما كاش كاين وحده في لا كار دو لاست قال لي بصح عندك وقت قصير باش تلعب هكذا خديت طاكسي ورحت هاني رايح خديت الماشينه هذيك لو باري بال ديريكتور ما يحبش حتى سلوي سي لا فرونتيير حدود بين سويسرا وفرنسا فرنسا إيه. كي لحقنا سلوي نورمال هذاك بوليسي دوغني حاب يطلع منا في التران واحد منا واحد منا ويديروا لا جونكسيون اسك سي كوا غات واش عندك واش ما عندك بابي باسبور غيانا ديكلاري كي لحق عندي بور الدواني الاول قال لي غيانا ديكلاري قلت له نو غيانا ديكلاري انا حبيت نلعبها دي كونتراكتي معناتها ما البوليسي قال لي باسبور سيل بوبلي عطيتو باسبور شاف هكذا واحد 10 ثانيات 10 ثانيات 10 سكوند بوتيت شوف ناني صبت روحي مسلسل جوجت ثلاث ايام في الكازيرنا عند الجدارميه تما ديك في سلوي ومن بعد من تما ديك كيف في الترا داوني لفرساي الحبس تاع الجيش بريزون ميليتير من فرساي ومن بعد داوني لدرو جا هاد الجينيرال لوت جينيرال لوت اللي كان بريزيدون دونور تاع ستاد دو رانس ويشتيني وكان ضد لي بيجار وضد باسكو ضد الجيران اللي كانوا يدير فرنسا وخرج هو ما ويحبني بالبزاف هو اللي جا خرجني ما ساعدك باش إيه. جا قال لي ولا قال لي بصح قال لي ما تهربش هكذا قال لي قال لي بقاو لك 8 شهور ولا 9 قال لي غير تكملهم ومن بعد سهل تو اي ليبر كي كملت الخدمه العسكريه الفرنساويه مع زوجتي زوجنا اتيتيرا هي كانت هي ايضا يعني كانت عضو فعال يعني عادي بالبزاف ندير لها تحيه في المناسبه اوفيسي دو ليزون لاخذ بالطوره بالبزاف اخوها كونداني امور فاميليا وكل طوريين حق عايشه في فرنسا وكانت هي الكاتبه تاع بن عبد الله المحامي تاع لفلان تاع بسمنت بن عبد الله والكوليكتيف تاع المحامين تو الكوليكتيف انفيرجيس بستون جيزان حليمي واسمها رادييسكي وسبوراد وصديق وكل هادو معنا حنا ديما ولا نخدم معاهم يعني كانوا مع القضيه الجزائريه كنتوا مزوجين لا كنا مازال ما تلاقيتش مازال ما عرفتهاش وين تلاقيتو وين تعرفتو دوك محاكيه كذلك كبيره انا نخدم مع خوها هنايا خوها كان سيروليي وفي هذاك الوقت كي هو اللي كان يخدم لي كاركاس دو بومب في سانت اوجين عنده اتولي في سانت اوجين في بولوغين غولي باب وانا عندي الفيسبا واحد النهار لحقت عنده مع الصباح كل صباح نروح نشوفه كنت مازال ما نعرفش اختوه مازال ما رحتش لفرنسا 55 لحقت سافا نقولوا الباريزيان سافا الباريزيان سافا عبد الرحمن لاباس ويهضر شويه العربيه ما يهضرش مليح قال لي لا بس الحمد لله قال لي واش دير صباحك قلت له ما عندي ما ندير قال لي شوف روح بلاصه العوده واحد يعطيك بواطا كاطو
أنا بنيتي بس ما لحقت بلاصة العود تم أديك فوطيوس قدم العود هذاك وراح واحد شوية مقلق أعطاني بطاقاتو وراح لليوم ما مش 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 أو قال لي وموش قال لي واش نربحو انا قلت له باش نربحو قال لي واش عندك انا قلت له بطاقاتو لا بنيتي ما عندي ما بون قال لي روح ديما شون قانا اوفوا اوفوا داخل حق لاتولي هذا مع عبد الرحمن باريزيا قال لي صافا تقول صافا قال لي ما حبسوش ماشي حبسوني في باريسي حبس قال لي ما شافوش واش كاين داخل يقضي بطاقاته ما قلت له وش كاين قال لي هذه الماشينة اللي دير لك تراك بالعربية تيتي نولي فيتي وما قال يشوف روح طلع للدار احنا كان عندنا جنان دخالي العمو كبير قال يدبر راسك والله لليوم ما يشعب وين دفنت هذا العجوزة هذه لا لا قلت لها هاي كالبوطة هذه فهمتها قلت لازم تخزنيها في كاش مضرب ولا وما قالت لي شو كل وين هذه كيفاش بون بغفنا ومن بعد عرفت الزوجة تاعك دونك كي رحت لفرنسا تيتيرا رحت شفتو قال لي لازم تروح تشوف الفاميليا تاعي عامين وشي من بعد ايوا هذاك اللي تلاقيت بزوجتي ومن بعد زوجنا في الستينات زوجنا والحمد لله الحمد لله البارح وانا زاهب شبابي مع جملة حبابي الليل ودو جاو محانو وحنا يا سهرانين بدعت في الريام لما كملت يعني المدة تاعك اللي كانت في السجن في باريس هنا رحت يعني قررت انك تروح وت يعني تتلاقى مع اصحابك زوجتي اللي كانت تخدم عند بن عبد الله هي الكاتبة تاعو عيط لي واحد النهار ديما نشوفهم بصح انا ندير طوموبيل نقصر قال لي شوف قال لي زوجتك زوج براوات جاو من لاميروج يعني لاميروج باش تقليو عليها ايه دو لت صابون في لابوات تواليت قال لي شوف قال لي لازم انت عيط لزوجتي كذلك عيط لها قال لها هايديك 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 الزوج راكم مكلفين ديو اللاعبين اللي بقاو في فرنسا كانت المهمه تاعكم هذه في 1960 دونك شكون اللي كان في فرنسا كان بوشاش في لوافر ماحي في ران ماحي ما حبشيش كان عماره في بوردو بوريشا هو اللي كان في نيم ومعزوز وكادر في رود هذو في نيم بصح كادر في رود كان يخدم معنا وجبيلي كان يقرا عنده باش يجوز الدبلوم تاعو تاع انجينيور دكتور اون اغرونومي خليناه ما ديناهش وكروم الله يرحمه كما توفى الله يرحمهم كلنا على كل حال ما بقيناش ما يبقى الله يطول عمرهم ومالي اللي ماتوا الله يرحمهم ويسع عليهم دونك وبقى كروم وهدرنا هاي الطونوبيل هذيك اللي وريت لك قبيلات وبن عبد الله قال لي بالك يلزم طونوبيل مليحه طونوبيل اللي تكون صحيحه وتجري انا عندي كاتشوبو هذاك الوقت كاتشوبو ماشي حاجه كبيره رحت عند هذا السيد يعرفني نعرفه قلت له شوف ندي هذا الطونوبيل هذه وهذاك الوقت تسوى 1.5 مليون بدا الدينار ايه 1.5 مليون لا ام جي هذه دي تاع تسوى 1.5 مليون هذاك الوقت دراهم تبيعها ايه قلت له فيليب قلت له جو برون لا فواتور جو تلاس لا كاتشوبو و دومان جو باس تو بيي قلت له تي في لي بابيي عليك قلت له دير الكواغط ايتسيتيرا تم تم الكواغط هذاك الوقت ساهلين هكذاك خمنا رحنا للدار قلنا قاعده خير العجوزه تاعها عجوزتي وبدينا ندور رحنا شوفي باش نشوف الطونوبيل هذيك مسروقه وبن عبد الله عطانا كلش الامكانيات عطانا 5 ملايين 5 ملايين هذاك الوقت تاع الجبهه ماهيش تاع ايه دونك رحنا شوفي باريس لوافر ران بوردو نيم
3, رينس، باري، باري، لوكسمبورغ، بون، بون حتى عاود ما حبطنا البال، كي خرج من لوكسمبورغ خلاص هذاك سلكنا. زوجتي نو ستوب، ممنوع علينا نمشيو نرقدو في اوتيل ولا ندخلو ريستوران. دوك 48 ساعة وحنا في الطوموبيل درتو كامل هاد لحقنا، وكل واحد عطينا له بيان سور عطينا له ان رونديفو اوتيل لا سيغون جنيف لو لاندي ماتان افون ميدي، ما تجيش قبل 12 بالك، اي سيتي سيريو، ما كاش افيك دي مناص بالك، ما تجيش قضية وطنية، قضية وطنية بالك ما تجيش ولا ما تجيش راك عارف واش السلسلة هذاك. حتى لقينا كل يوم كاين اللي جاو شوية روطار كيما ولي كان وبوريشا جاو شوية روطار باسكو عطلوهم في الديوانة، مي جازو كمان. وكاين محاكيات، محاكية هذه نحكيها، بدينا نتعشاو كل حاجة. كروم الله يرحمه ويوسع عليه، اليوم مازال نتفكر، جات هذيك اللي تسربي في لوتيل لا سيغون، يافي اسكالوب بوم فابور، بون بطاطا مغادية مفورة، كيسكيا مدام قالت لها بوم فابور ماشي صح، عيط لها من مدام، قالها ما بوكو دو بوم اي با دو فابور. هذه اسمها قعدت انكدوت، حكايه كبيره مع كروم تمول الله يرحمه ويسع عليه. انسان شوف الى تلمون ديريكت، ما يخاف من حتى واحد، وزن 120 وما يخاف من حتى واحد، يا سي تان اي بي ان فوتبولور اكسترودينير اكسترا. وي وي تكنيسيان ما كاش اوربير اوربير دارك اللي سميوها لا بيرل نوار لو بام باراك 100000 فولت لي ماشي الحق. نعم اللاعبين كل كانوا مشهورين الحق، كانت عند كل واحد فيها، كل واحد كانت عنده ميزه خاصه، عنده حاجه كل واحد عنده حاجه. دونك لابد لا بلوبار كنا في الفريق الفرنساوي، كيما زيتوني كان في الفريق 58 مخلوفي، انا كنت في الـ40 وكنت انترناسيونال اسبوار في فرنسا، ربحت الكونكور دي جون فوتبولر في 53 يا ولا لا ما ماشي حاجه اللي تحوس عليها راني نهضر. إذن دوك عملتو تلاقيتو في الفندق هذاك لوتيل سيغول بسويسرا، ومن تماك بدات كما يقولوا هذه محاكيه اخرى. غير كي لحقنا دايما عندي واحد الارتيكل زعما نصيبو لا تريبيون دو لوزان يهضر علينا، غير لحقنا لوتيل هذا دونك، ومن بعد بدلنا درنا رحنا لوتيل دو بيرن. جا الكوميسير تاع جنيف بيا شافنا مدام، وانا ما شافش اللاعبين حتى ولا المسؤولين شكون هنا فلان وفلان، قالنا بالكو حاجه بوليتيك ولا، قلنا له كون مهني. جا لكم الكوميسار قال لكم ما تعملوش السياسه؟ ما كاش سياسه اون افي، جا تري جونتي ماشي، قال لي كاش ما خصكم ولا رانا هنا، قال لي بوشوا دابور لانديبوندونس وان شاء الله تنجحوا الثوره الجزائريه. نو فريمون سي دي سويس بون سون نوتر، كاش قال لي ما كاش مكان ولا لازم تجيو تشوفوني وتقولوا لي. قال له يا با بروبليم، هكذا كان الحل. نهار الاول الثاني يعني حماوكم؟ ايه حماونا ما كاش مشكل. نهار الثاني الثالث الرابع الخامس، سبع ايام ومن بعد ان سينيال. انا ما لليوم ما نعرفش كيفاش جات المعلومه، كيفاش جا، كيفاش الاخر جات مدام قالت لي لازم نروح نقضي.
تبغي تروح تقضيها كاين كل شيء هنا. قالت لي بصح لازم نخرج من الكوزينه ما نخرجش من باب الهوتيل. هذا بنيتي كيف كيف ايه راح تقضي ايه هكذا كان لحظه راحت باش تقضي قضات شويه صوالح ما ماشي حاجه. عاودت ولات واحد زوج سوايع ولا ثلاثه ومن بعد عيطت لي قالت لي قالت لي الباسبور راه عندي. قالت لي ما دخلك هكذا كان حال. درنا اجتماع مع اللاعبين وكل هاك باسبور باسبور باسبور. شكون كانوا لاعبين في سويسرا؟ نعم شكون كانوا معكم كامل؟ كان بوشاش عمارة كروم ولي كان بوريشا وانا ستة مع مسانة. كان بوشاش مزوج بوريشا مزوج انا مزوج وكروم مزوج يعني كلهم ايه. عمارة مزوج كذلك ايه. بوليده وليد كروم كذلك داعو كعطيتهم البلد قلت لها دونك لازم نروحوا نشوفوا الكوميسار باش نقولوا له غدوه نروحوا. هكذا كان الحال هبطت مع زوجتي رحنا شفنا الكوميسار في السنترال تاعهم تماتيك بونجور بونجور الوغ سافا سافا دونك قلنا له سايي اون لي بابي اون لو باسبور. قال لي كومون فو ليزافي يو قلت له سا سي فوتر افير سي با لا نوتر هذه شغلكم ماشي انا. قال لي شكون ما قداش نقول لك شكون ومادام كيف كيف قلتو شنو بابو دير كي سي 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 فوت ترافاي. وهذا اللي عطاوه منها خويا سويدوا ما يباش جزائري خلاص بلون جو فير حطها رماهم في القفا تم تم. درنا اجتماع ما بيناتنا قلنا بون غدوه صباح نقلعوا نروحوا لطاليان طاليان نشوفوا بو الحروف في روم هو كلش بو الحروف هو اللي كان معروف ولا السفير تاعنا سيتي كيما سكرت كيما نقولوا انا كانت حاجه سريه كبيره. بو الحروف ما يبانش كل يوم ورحنا شفناه قعدنا نهار جاب لنا الفوار تاع البيي دو باتو اتسيتيرا. حنا لو بيرمي نوفمبر بيرمي نوفمبر بيرمي نوفمبر خدينا البابور ولحقنا لو 2 نوفمبر 1960 لحقتوا الميناء تونس 2 نوفمبر تونس وجاو جماعة وكل البور. شكون كانوا تماك المجاهدين أعضاء يعني كانوا مجاهدين جا الكوموندون قاسي جا واسمو عمران شكون كان كان كوموندون عز الدين هذو كل جاو كانوا آخرين نسيتهم أنا من جي بي أرا من الحكومة تاعنا من اللجنة كانوا بزاف جاو لقاونا اتسيتيرا وفرحوا كبير وحنا فرحنا كي عاونا شفنا احبابنا خوتنا اللاعبين وكل كانوا تما الجزائر قرب راكم قراب يعني تونس الشقيقه يعني خلاص راكم في الحدود راكم يعني راكم لحقتوا الجزائر الحق بالجزائر براتيك ما لحقنا باسكو بون بعد لابد في تونس كي لحقنا غدا من ذاك النهار يومين ومن بعد عاودنا ندربوا مع الفريق اتسيتيرا ومن بعد المباراه الاولى لعبنا مع تونس ايه يعني محمد اول مباراه يعني اول مباراه للفريق جبهه التحرير الوطني وين كل لاعبين يعني لبسوا القميص بالالوان الخضراء يعني اول مباراه هذه ممكن تحكي لنا كيفاش عشتها انت كي تلبسي حنا درنا الفريق الاول اللي دخلوا هذيك المباراه الاولى نحكيوا عليها بصح حنا كي لحقنا كي تلبسي هذاك القميص اخضر ابيض ونجمة وهلال يا جماعة
الاستعمار في بلادنا نكسر سيف الظلم في الحروب هلكوا الشجعان ضحت الرجال في الغيب والصحراء وجبالنا تحيا الجزائر حر ويحيى بعد مشاو العراق ومن بعد داروا تورني قبل في البريمير تورني في البي ليست هذه قبل ما تلحق نتاعو قبل ما نلحق انا قبل ما نلحق لي بي لا قعدوا 3 شهور مع يوغوسلافيا تشيكوسلوفاكيا هنغري بولون روماني هادو كل داروهم والمباراه الاولى تاعك انا المباراه الاولى تاعي وكل بون ما نهضرش على تونس المباراه الاولى لعبتها في توزلا في يوغوسلافيا دايو سجلت هدف نشفاكي اليوم ربحنا 3 بشي كنت تلعب اي لعب نمرو 10 ولا 8 انا ديما 10 ولا 8 لا الحمد لله الحمد لله وساع كان فريق قوي ما قلت اول مره يعني تقمصت يعني لبست قميص تاع الفريق يعني الوطني يعني جبهه التحرير الوطني امام جمهور انت تلعب وانت تحس بلي راك تحارب راك يعني راك تساعد وتعاون بطريقتكم الخاصه بالرياضه يعني كنتوا هما سفراء يعني الجزائر شوفي فريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم هو أول سفير الشعب الجزائري والطورة الجزائرية باسكو كانوا عندنا كما يقولوا دي ريبريزونتون كانوا خايفين بالبزاف في البلدان في كل بلدان كانوا كان لا ميروج على ليبوك يعني دعوة كان يعمل طريقة كل واحد عنده التاريخ تاعو سفير وأنا دو بار لو جي بي ار إلي أمباسادور À l'époque, ma cage a donc tout ce qui se passe maintenant. Ma cage technologique. Le machin, l'image, le ma cage. Donc, qu'est-ce qu'il y a? L'image, c'était le stade. Le stade, on a joué devant 20, 30, 40, حتى قدام 50, 60 ألف متفرج. كي يشوفوا الفريق قدام داك الجريدة تهضروا دي انترفيو باش بداو يعرفوا القضية الجزائرية. شحال من مباراة يعني لعبتها مع منتخب فريق لعبنا بالك أكثر مي أوفيسيال لعبنا 91 91 مباراة درنا 11 تعادلنا 11 وخسرنا 13 مباراة باسكو ما نربحوش ديما ربح ديما هذه ما كان يدرب شكون هو اللي كان يقوم بالتدريب يعني شكون اللي كان على رأس هذا الفريق الفريق كان شوفي اللاعبين كان بوسيريد مدربين ولاعبين مدربين كان بومزرق هريبي كان بن تيفور اخترع حداد الكبار الكل كوما زايدين في 24 26 كبار علينا بالبزاف حاجي برير كذلك كي جا هكذاك باسكو هو كان في السجن هنايا كي خرج منا راح مارسيليا جا لتونس هو الاخر الحاجي برير هو الاخر اللي جا والحاجي برير ما يعرفوا لا تعرفوا كان هو حارس مرمى تاع الفريق الفرنساوي الربعينات 48 50 51 كان في الفريق الوطني الفرنساوي هو ما كانش ما خير منه كل هاد يعني هاد الدورات اللي قمتوا بها والمشاركه تاعكم في عده دول ومثلتوا القضيه الجزائريه وكنتوا سفراء الجزائر كيفاش كانت يعني نهايه مهام يعني انا ذاك للفريق جبهه التحرير الوطني شوفي الفريق جبهه التحرير الوطني وين راح ما كاش بلاد ها وين راح وما حطاش الحكومه ما حطاش فوق راسهم شوفي في البلدان نعرف يا في العراق يا في اردن يا في سوريا كذلك في الصين في الفيتنام عندي تصور هنايا شفت الصور جياب على الستات اسمه جياب استقبل الفريق الوطني جينيرال جياب واستقبلكم ايضا في الصين فلسطين رحنا فلسطين لا في الصين انا ما رحتش معاهم لا في الصين راحوا فلسطين وراحوا القدس قدس في اي سنه هذه في الستينات ما لعبناش مع مصر غير مصر ما لعبناش معهم وما يش الناس قالوا خافوا ما شاء الله ما خافوا منا ما والو وعلاش كان نايب الفيفا نايب الرئيس الفيفا امر هو اللي كان دونك
هو اللي ما يقدروش ما يقدرش يلعب. يقول كيفاش حنا منعنا البلدان الكل يلعبوا ضد مع الجزائر مع الجزائر وما صرت تلعب معها وانتم انت راك نايب تاعي ما تقدرش ما الناس قالوا خافوا لا 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 المصريين لا لا الحمد لله ما صار دار لنا هاك على قبلونا كما يلزم الحمد لله لا لا والبلدان عربوا كل كل وين راحوا وين وين راح انا ما رحتش معاهم باسكو كنت في السجن هذاك الوقت ما مشيتش فيتنام ما مشيتش الصين ما مشيتش سوريا ما مشيتش العراق ما مشيتش مشيت لتونس ليبيا وي تونس ليبيا اخر مباراه تاعك عمي محمد مع فريق جبهه التحرير الوطني اخر مباراه يعني لو ديرنيير ماتش لا ديرنيير رونكونت درناه هو قال في مطار ارضنا كانوا قبائل تباديك جزائريين عندهم حوش عندهم حواش عندهم في مطار في تونس قبل الاستقلال ماشي وقت شي ما قبل الاستقلال هذيك هي المباراه الاخرى اللي درنا مع الفريق التونسي مع الفريق التونسي كانت سنة 1962 رجعت الجزائر السيادة الوطنية كيفاش جاكم الخبر كنتوا على بالكم واش كان صاري كيفاش كانت الامور في الجزائر يعني كان هذا كان عندنا خبر عندنا ديما على الخبر ديما يجينا في تونس في تونس الحدود ولا من حدود كاين اللي يجي وكاين اللي يروحوا كاين اللي يقطعوا كاين اللي مغاربي يسوطيو في ميناء ولا يمي ولا الجيش الفرنساوي يقرص عليهم اللي يخدم يعني عندك تكلم على الفريق الخبر فريق جبهة التحرير الوطني كانوا شي بابورات يجيو من الجزائر يروحوا لتونس لي دوك دي ماتلوت ماتيك يجيبونا اخبارات ونهار الاستقلال بوتكوندا وكل نسدوا هذاك النهار مع المفاوضات تاع جنيف ايتترا كي الدعوه سينيات فرح كبير او عندي فيلم الله ايش ما يعرفوا ليش شفتوه سيرتين مو مجوزوه انا بالطوموبيل تاعي بنت بنيتها صغيره تاع بنت اخت المراه تشطح في لافوني بورقيبه فوق الطوموبيل الصغيره تاعي هذاك في تونس في مارس وانا اللي فيلميت كلش انا عندي كاميرا ديما نفيلمي او عندي لي فيلم انا ما صورتني من قبيله بالكاميرا تاعك لا عندي كاميرا عندي كلش عندي هذاك الزمان ديجا هذاك الوقت كان عندي هذاك الوقت كان عندي 8 سوبر 8 الله يبارك كاميرا صغيره هكا وبالروسور نظنك مازال محتفظ بها بالروسور طلعيها هكذاك وبالترر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 ر
دوك عبضي وخليها إيه. لا انا عندي بزاف، لو كان نوريك لي فيلم اللي عندي تنخلعي. عندي واحد 150 فيلم 8 سوبر 8 تاع الدراري تاع تونس تاع في كل مضرب، في كل مضرب انا نفيلمي. كنت نحب بزاف الصور انا، نحب الصور نشوف بلي انا نحب بزاف الصور والحمد لله عايش بها الذكريات. لا لا الحمد لله داك كانت فرحه يعني فرحه كبيره وجدنا في فلابولي بورقيبة وحاجة الشعب كله شعب تونسي وشعب جزائري. في تونس كنا في كنا في الجزائر كنا في دارنا ما ما عمي إيه. محمد من بعد كيفاش جيتوا للجزائر؟ إيه دخل كل واحد كيف جا كان يدخل واحد جا وحده كل واحد دخل كان يدخل بالطنوبيلات ديريكت اللي جاوا الجزائر مباشرة بعد إيه. وانا بون جابي ان ستاج بعد ما كملت هذاك الطرابلس اللي كان عندك يعني في اي تاريخ اللي دخلت الجزائر انت وزوجتك؟ ما دخلش ديريكت الجزائر مشيت سويسرا باش نشوف ماكولا هذا مسيت كبير سلم اي اونتر طون جا واحد شافني قال لي ولا تحب تجي تلعب عندنا وتدرب بالفريق مارتيني هذا مارتيني سبور سو ما كاش مشكل. حتى واحد النهار عيط لي اسمه نسيت اسمه السفير تاعنا في بيرن 11 شهر من بعد قريب كمل السيزون كملت السيزون دايور عيط لي قال لي رحت عنده شفته قصرنا سفير ما شاء الله في سنة 1963 تمتم من بعد الانديبندونس راح تاني دونك عيط لي قال لي ماذا بيك ولا تحب تدخل الجزائر
قال لي والله يا عندي في مستغاليم الوسام أم يحوشوا مدرب ولعب. قلت له ما كان حتى مشكل. قلت له واش عندي هنايا فهمتوا في كلش. قال لي ما عندك حتى مشكل. قال لي اللي عندك هنا تصيبوا ليه. قلت له هكذاك دخلنا. دخلت مع مدام ديرك مستغاليم. هو فجيت للجزائر بيان سور من رحت رحت المستغاليم اللي دربتهم دايره مع مستغاليم ما شاء الله لليوم مازال ديتو القاب ديتو لحقنا الكاس النهائي في نركوب درجيري مع سعيده سعيده ما كان ديربي غرب ديربي تاع الغرب وربحونا هنا في الفاوت كان بن بلا هو اللي كان في التريبيون ايتترا بصراحه والحمد لله لا جوست 3 سنين تما ديك عندهم هذه كانت خبره تاعك في التدريب التدريب مدرب لعب ومدرب لعب ومدرب 3 سنوات مع فريق مستقلين ومن بعد بشويه بشويه دربت لوسما دربت سيربي دربت جيسكا شو دربت برشمناين دربت باتنا دربت هذو فرق كامل كانت يعني كانت مباشرة يعني بعد الاستقلال بعد الاستقلال هذو كل دربتهم كاين اللي قعد بزاف كاين اللي كيما باتنا ما قعدش بزاف باسكو توفات اختي الكبيرة اتسيتيرا العجوزة ولات وحدها قالت لي ماذا بيك تدخل اتسيتيرا دخلت سينو في باتنا كنت قاعد في تيارت كيف وين قعدت بزاف بس قالوا موجيجو واش خدينا من المدربين تاعنا ياك اللي كنا هنا في الجزائر والمدربين اللي كانوا في فرنسا وهذا المدرب تاعي اللي كان في فرنسا هو مدرب فريق وطني فرنساوي البير باتو هذا دونك هذا بيبارو زين ما شان تعلمنا بزاف خدينا بزاف من عندهم احنا كنا هكذاك ماشي غير برك نلعبوا برك نلعبوا مي نديو نتعلموا نديو دينا بزاف والحمد لله اللي دينا منا بدا مستغاليم ولا حتى في الفريق الوطني كذلك وبعد الخبره يعني بعد جوستومون مباشره تدريب المنتخب وليت مدرب فريق الوطني الفريق الوطني كانت في اي سنه؟ في 82 التعادل دائما يجمع الفريقين حماس كبير هنا في ملعب مولينو تشجيعات كبيره من طرف انصار منتخبنا الوطني الذين جاءوا عددهم بالالاف الى هناك شوفي وين رحت افريقيا ولا نروح السنغال ولا البوركينا فاسو ولا نيجيريا خاصه في نيجيريا والمباراه هذيك صعيبه خلاص اللي كانت هذاك الوقت درت فيهم حاله نيجيريا ومن اليوم مازال يهضروا ما كاش واحد اللي خافوا منه كم يعني ميسيون لازم نشوف نيجيريا يلعبوا قبل ما تلعب مع قبل ما نلعبوا معنا ما كاش فريق يجي يقول نوت اتسيتيرا حاجه ماشي سهله داني داني هذا السيد هذايا واحد كاسندر بابا هاك ندير قلت له شوف نسداو المباراه تبدا بخمس دقائق وندخلوا يكونوا سخونين اتسيتيرا يلعبوا مع واحد فريق انجليزي 120,000 متفرج 120,000 شحال دامت المشاركة تاعك والعمل تاعك على رأس المنتخب الجزائري آنذاك؟ هذه دوك ما بقيتش بزاف حتى لا كاليفيكاسيون. كاليفيكاسيون بعد مشيت ها هو البالون يحكي لك كل شيء. هذا البالون الصفر هذا؟ هذا البالون هذا تاع التيراج او سور لو 16 جانفي 1982. هاد البالون هذا البالون ها هو اللي كم وراك 16 جانفي 82 كل مدرب يعطيو له بالون دونك الناس تلت ملايا روشي شافوا بلي مدرب جزائري معوش محمد ما شافوش واحد اخر باسكو يقولوا هذا مدرب طليان هذا مدرب فرنسا هذا مدرب هذا كان يدالغو كان بالنسبه للقضيه الجزائريه نعم دونك شافو 3 ملايير ونص ماشي مليار تيراج وصور تاع لا كوب دي موند الناس الكل شافو بلي مدرب جزائري ماهوش واحد اخر يا خويا 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 يا خ
علام الجزائر رفرف في اسبانيا، علام الجزائر رفرف في اسبانيا. غيرت بلادنا نجحا وقوية، غيرت بلادنا نجحا وقوية. يا خويا جبر عباد نتمنى انك تكمل المشوار تاعك مع المنتخب الجزائري كمدرب وكمسير. هذاك لو كان كملنا كان عندنا فكره اخرين، احنا كنا ما نخدمش وحدي، كنا مجموعه. كان روغو، كان سعدان، كان واسمو يا ربي كان مصطفى سمغولي هذا يعاوننا بالبزاف، كان فلان، كان جبيلي، كان العربي مخالفه طبيب. كان لا كنا مجموعه، كنا 12. الله يبارك. وكين يجتمعوا في بيت لليوم يومين ما كاش جريده اللي سمعت شي حاجه ما تخرج. تخدموا في سريه حاجة تامة. سريه والله حاجه ما تخرج. الحمد لله راس مرفوع. الحمد لله. حاجه لحقنا الفريق الوطني الاسباني. وان شاء الله خاصة نتمناو خاصة مباراة الجزائر المانيا. كان عندي لي زانترفيو في التحيه يعني مع قالوا لي ها الالمان كدا والالمان كدا، قلت لهم وي روباش رومينيكي ماشي، قلت لهم تقدروا ديروا هادي ولا ديروا هادي، قلت لهم انا حنا ان كونترول نجيبوكم. هذه قبل المباراه. قبل المباراه. يعني كانت عندك ثقه تامه. كان عندي ثقه في الفريق تاعنا، ها عارفين بلي شوفي مع معنويات عاليه مع الاوتريش. مع الاوتريش لو كان ما داروش غلطات نربحوا لوتريش في ثلاثة ولا بربعة. إيدي تمنيني والله جبنا كاسيطة باسكو أنا با دي غولاسيون، جابوا لنا كاسيطة. لي زامي شفناها مع سعدان روغوب وأنا وبالحسن الله يرحمه. الله يرحمهم روغوب كيف كيف. أنا شوفوا وقتها شفنا المباراة، نشوفوا الشيلي يلعب يلعب يلعب، كملنا حبس دير حبس ولي حبس حبس. كي حبسنا كلش واحد ثلاث سوايع ومن بعد. عملنا هكذا تاع ستة ماشي غير تربح وتقول هي لا فيها فيها خدمة كبيرة مع اللاعبين سور بلان بسيكولوجيك سور كان بزاف صوالح ماشي غير برك اجي وكاين تدريب وكل شفتوا كل الفريق تاعنا قال لك ما كانش كي لعبنا هنايا مع واسمهم جيفنتوس مع ميلون مع مدريد مع قالك هو انتم راكو او لا يعني كان نقدر نقولوا بلي الفريق الجزائري كان تخاف منه فرق معروفه قويه. نقول لك والله بكل صراحه والله ونحلف الذكرى الجميله. شوفي تقطع الذكرى سخا في ذهنك وانت مع المنتخب. نقول لك حاجه اللي ما قلتهاش خلاص. افطرت معي دالكو هاوليك كان لعب معاك في يلعب معايا هو مدرب فريق فرنسا. قال لي جيت شفتكم زوج خطرات قال لي نخاف منكم قال لي ما نحبش نطيح معاكم قال لي وزاد ترو رابيد بور نو وزاد ترو فيت ترو رابيد ترو تكنيك اكثر من هذا الشيء واش تحب يقول. يعني نقدر نقولوا بلي المنتخب الجزائري كان دائما يعني يمثل خطر بالنسبه للفرق الاخرى. شفناها في 82 86 في 90 الجزائر حصلت 78 كذلك 78 78 وكما داروش غلطه هنايا مع تونس حنا اللي كنا نروحوا الارجنتينا ماهوش تونس و75 دينا ميداليه ذهبيه ميداليه تاع العاب البحر ضد المتوسط ومن بعد في 90 كانت اول نجمه اول كاس افريقيه بعد كانت مع كرمالي الله يرحمه وكل كل مع فرقاني كان كرمالي فرقاني اسمه ربي يعني نسيت اسمهم اللي كانوا مدربين معاه ومن بعد كان فيه يعني كان فيه ومن بعد شويه التسعينات شويه كانت صعبه في كل مجالات كانت شويه صعبه ولات صعيبه صعبه بالبزاف. ومن بعد جاء الفريق 2010 يعني اللي كان تكون من قبل يعني شويه كان مكون من الفريق 2010 كان لاباس به. لا كل شوفي الفريق الجزائري ديما كان عندنا فريق قوي عندنا حاجه واحد لاغرينتا هكذا
وبعد نشوفوا بعد كل يعني هذا المشوار. قلنا التسعينات كان فيها كان ساموسا صايب حكيم الدان كان حكيم الدان وزا طيب كانوا لاعبين كانوا زغدو يعني ما عدنا شفنا يعني شفنا يعني تصفوت يعني شفنا لاعبين كانوا ملاح يعني يعني هنايا في كلاعبين محليين ولا محليين ولا محترفين ولا محترفين ولا بعد هذا شفنا شفنا نخبه شفنا لاعب اخر انضمام لاعبين محترفين يعني من الخارج جزائريين وايضا مع المحليين وشفنا خلال سنه او سنتين الفريق يعني المشاركه الجزائريه يعني في 2010 كان فريق لاباس به عنتر يحيى كان فريق لاباس به شوفي ومدرمان ما نساوهاش درمان التاهل في القاهره ما نساوش اي القاهره ما نساوش هذه المباراه وكل ما نقولوش باسكو الناس دي فوا يقولوا ها فريق جبهه التحرير لا فريق جبهه التحرير حاجه هما اللاعبين كملوا المشوار تاعكم حنا هما كملوا في مجاله كل جيل يجيب حاجه معه كل جيل وقته كل دونك الناس دي فوا يشوفوني يقولوا نهار الفريق وطني فريق جبهه التحرير الوطني حاجه اخرى هذا كان سياسي ماهوش ها لا ماشي نتمشاو للبلدان باش نبينوا بالشعب الجزائري والثوره الجزائريه اللي كانت ما كانش معروفه هذاك الوقت لابد الفريق هذا وقلت لك اللي جاتو هذه الفكره هذه الله يرحمه ويسع عليه بومزرق ما قد ما تهضري عليه قليل الله يرحمه باسكو فكره عالميه عالميه ومن بعد كي دخلنا ماشي ولينا مدربين كل واحد كان مدرب زوبا كان مدرب ولعاب انا كنت مدرب ولعاب عماره كيف كيف خضر بخلوفي كرمالي وكل كنا مدربين ولعابين ومن بعد وداو معنا بصغار نعلموهم نقول لهم باسكو جبنا احنا جبنا معنا من عند المدربين اللي كانوا عندنا في فرنسا تجربات اكسترا واللي كان عندنا مديناه فكما ما خبينا والو في 2019 يعني بعد يعني عامين سنتين من العمل شفنا فيه مدرب جمال بماضي يعني كان لاعب في المنتخب الجزائري شفنا العمل اللي قام به هو وكل يعني كل اللي كانوا في الزملاء نتاعو شفنا انه يعني تحصلنا على الكأس الإفريقية الثانية ونجمة ثانية وكانت بالقاهرة يعني كانت يعني كانت مباريات قوية جدا شديدة التنافس يعني جدا والحمد لله والحمد لله وشكرا اليوم عمي محمد على على هذا على المدرب على 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 المنتخب الجزائري على المشوار اللي راهو يستنى فيه الان انا رايي عندنا مدرب عندنا لاعبين خليهم يخدموا لازم ندعموهم نكونوا معاهم حتى كيما نقولوا القطر الاخرانيه الخدمه هذه تاع تاع مدرب الفريق الوطني ماهيش حاجه سهله شحال عندك شوف يا سامحيني سامحيني شحال الجزائر شحال سكان كان 40 مليون ها 40 مليون كان 30 مليون مدرب صافي راك تروح للقهوه وتشوف تروحي للقهوه وتعرفي بزاف صوالح تعرفي شكون يدير هذه شكون كان شي لاعبين خطرت معايا تنقولوا وين كنت البارح يقول لي كنت هنا نقول له لا ما كنتش تما قلت له ايه 60 سنة منذ أن يعني من الجزائر خدات ترجعت السيادة تاعها الوطنية كلمة المجاهد واللاعب يعني فريق جبهة التحرير الوطني اليوم واش تقدر تقول كمناضل كجزائري جاهدتوا بطريقتكم جاهدنا بسلاحنا بسلاحكم دهنا كي يقول لك بالون غامرتوا بحياتكم البالون الفرنساوية نقولوا لابال حنا لابال تاعنا كانت قوية أكثر من الرصاصة برصاصة باسكو الناس العالم الكل فهم وفرنسا ها كي رحنا نخلعوا كيفاش هاد الناس اللي كانوا عندهم كلش يعني عايشين لاباس بهم اكسترا خلاو كلش وراح رانا جزائريين ونا نعرفوا واش دابا خممنا سمعتي الشهداء للجنود الجيش تاعنا ها ولا يعني الاستقلال ما كاش كما قلت لك قبيل ما كاش كاين ماخر الاستقلال يقول لك كاين بزاف يقولوا لي هذيك تلاقاو هكذا خليته رحتو واش خلينا انا الاستقلاليه ما عندوش سومه ما عندوش سومه ايوا انا مازالني انا فرنسا تسطر عليا إيه في هذاك الطوره الجزائريه وعلاش يقولوا هي واحده في العالم لك
كاش بكاش طورة أخرى كما الطورة الجزائري. شوف الجاب يقولها وشي مين قالها واسمه الغواد تعالى جورداني قالها ناس كل قالوا هنا المسؤولين تاعنا كذلك قالوها كاش كاش طورة هاي. نقول بدي تعود نفس المشوار تعودوا نعودوها. أنا بلادي بلادي نحب بلادي مهما كان. عندنا بلاد فيها كل خير. شفت. فيها كل خير. لازم بالك نشمروا شوية أكثر. ها. وكل واحد يدير واش يلزم خدمته ولا في الآخر وبشوية. شفنا بلي أصدقائك اللي نشوفوا فيهم في الصور اللي الله يرحمهم ماتوا كما يقولوا تحس بلي راك رافد يعني تاريخ على ظهرك هكذا. وي 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 حاسس رافد على التاريخ باسكو التاريخ هذا كي نشوف خوتي اللي توفوا وما يشغل لاعبين كرة القدم تاع الفريق كثير اللي ما تشوفليش بلي حبابنا جيراننا نحس بلي يعني وان شاء الله ان شاء الله احنا واش نقول لك المؤسسه نتاعنا دوك رانا نديرو كل شيء باش وميموريزي هاد ليستوار هادي التاريخ الجزائري. التاريخ الجزائري ماشي غير في كره القدم في كل شيء وماشي من اليوم ماشي من البارحه. نقول التاريخ الجزائري هو قديم ها نروحو قبل ماسينيسا يعني الله يرزقك عنا ماشي غير ماسينيسا وقبل ماسينيسا وقبل نشوفوا اليوم لما يعني مؤخرا توفى الله يرحمه عبد الحميد زوبا وقبله كان سكان يكون سكان يعني كيف يعني واش حسيت عليه هما كانوا كنتو قراب بزاف مع راي التحليل باسكو خوتي انا نروحوا بالواحد نخليوا حاجه للشبيبات تتفرج عليها خاصة الشبيبات الكلمة الأخيرة نعم دابنا والشبيبة هذه الجزائرية احنا نتمنوا رانا نحضروا الناس الكل تهضر الجزائر الجديدة. كل مرة نكون معك في حوار ولا نتلاقاو في مباراة ولا نتلاقاو في اجتماع ولا تجي عندنا ضيف في التلفزيون في كل مرة يعني نحكي وندردش أنا وياك ويكون شرف ليا. اليوم أنا والفرقة التقنية التلفزيون الجزائري حبينا نخاصموا معك حاجة. حبينا اليوم عمي محمد اللي هو عيد ميلادك حبينا نحتفله معك في التلفزيون الجزائري. ايه هذا تاع غدا معليش ايه الله يبارك الله يبارك هدية نجيبوها منا الله يبارك كما يقولوا ليكيب تاعنا فوالا درنا لك مام التصويره كما يقولوا فوتو سبيسيال. سي مانيفيك سي مانيفيك شكرا 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 جزيلا شكرا شكرا واش نقول لكم ما خممت لها شكر والحمد لله الله يجازيكم بخير وان شاء الله كذلك انتم عمر طويل ان شاء الله صحة ولهنا ما قلت لكم انا غدوة 86 سنة والحمد لله مازال نجري شوية مازال لا 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 الله يبارك مازال ربي يطول عمرك ان شاء الله الجامعة ان شاء الله واش ان شاء الله اسال نشعلوا نزيدوا الهدايا فات هذه نديروها يعني نطفيوها ها 1 2 3 اسال نغني لك سنة حلوة جميلة سنة حلوة عمي محمد سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة عمي محمد إن شاء الله ربي يطول في عمرك الله يجازيكم بخير شكرا شكرا إن شاء الله على ضربة ننوي حاجة الصحة ولهنا وإن شاء الله الجزائر تنجح في كل شيء إن شاء الله يا رب والشعب الجزائري كذلك.